الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال صندوق النقد الدولي إنه من أجل ضمان تحقيق العراق انتعاشا اقتصاديا فإنه يتطلب منه تعزيز الأموال العامة من إيجاد الحيز المالي للإنفاق على الاستثمار وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز تنمية القطاع الخاص. وأشار الصندوق إلى ضرورة إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور وتنويع إيرادات المالية العامة ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة الرشيدة. ولفت إلى أنه من أجل تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وإلى جانب ذلك سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة وتحسين حوكمتها أهمية بالغة في إعادة تنشيط القطاع المالي وضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل. كشف مدير شركة كهرباء ديالى عبد الستار الجنابي عن وجود ديون مستحقة للشركة مترتبة بذمة وزارة الكهرباء وبعض الوزارات الأخرى قيمتها 70 مليار دينار. وأوضح الجنابي أن عدم سداد هذه الديون عطل الخطط التطويرية للشركة في سد حاجة دوائر الكهرباء. يشار إلى أن الجباية المتحققة من أجور الكهرباء لا تمثل سوى 7% من المبالغ الحقيقية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 221 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 10%. وقالت الإدارة إن الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 221 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبق والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 245 ألف برميل يومياً. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض بسبب ظهور سلالة إوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا. وقالت جورجيفا إن ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة في النمو، مرجحة وجود بعض التخفيضات في توقعات صندوق النقد للنمو العالمي. هذا وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في شهر تشرين الأول الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% فقط العام المقبل. خسرت عملة بيتكوين الرقمية خمس قيمتها إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي أدى إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار. هذا وهبطت بيتكوين بنسبة 12% إلى 47495 دولارا، كما هوت خلال الجلسة إلى 41967 دولارا ليصل إجمالي خسائرها إلى 22%. ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال، حيث هبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني، بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة الجديدة إوميكرون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.